يوم آخر يمضي من عمر الصالون الدولي للكتاب، والذي شهد ولليوم الثالث على التوالي توفداً كبيراً للمواطنين الجزائريين. كاميرا الشروق قامت باستطلاعها المعتاد لزوار الصالون. ندعو كل العائلات الجزائرية أنهم يتوجهوا إلى مثل هذه المعارض، لأن حقيقة فيها إفادة كبيرة وفيها علم كبير، وإن شاء الله إن شاء الله تتكرر مثل التظاهرات، ما هيش كل عام وما هيش كل ست أشهر، وإنما كل يوم في الجامعات في 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 في, في برا في الخارج، لأنه حقيقة احنا بحاجة ماسة إلى مثل هذه التظاهرات. وتنمية الفكر ما نقدرش نهضروا على الأسعار، لأنه في حقيقة الأمر الأسعار ما عندها حتى معنى أمام واش راح تديه بالمقابل. أنا جيت من ولاية البويرة، جيت لمعرض الكتاب هذا، الله يبارك يا خويا، قريت كتاب تاع لطفي مصطفى لطفي المنفلوطي تاع كتاب العبارات والنظارات، الله يبارك يا خويا. مقارنة بالسنة الماضية، في هذه السنة لو لاحظت أي دار كان هناك كتب في شتى المجالات، سواء فلسفة، لغة، أدب عربي، الفيزياء، أي طالب، أي تلميذ ولا إنسان القارئ يجد. أنا نحب المعرض بزاف، نبغي نشري كتوبة فرنسي، إسبانيول، أنجلي وعربية ثاني. الصالون عرف أيضا ندوات ثقافية حول الكتابة الافتراضية بالجزائر، والتي نشطها الروائي الجزائري وسين الأعرج. أولا فيما يتعلق بعنوان الرواية جميل 84 لستوار دو ديرني عرب، يعني حكاية العربي الأخير، زميلكم يسألني العزيز علال يسألني على ليش اختيار العنوان. اولا 2084 سغابي كلكو شوز بالنسبه للذين يقرؤون الروايه، هذا يقود الى شيء واضح وهو كتاب جورج اورويل 1984. جورج اورويل تحدث في كتابه على الديكتاتوريات كيف تنشا وكيف تدمر المجتمع الداخلي، هكذا سميو جو انكور، كيف تدمر المجتمع داخليا، ومن خلال حياة شخصيات وافترضها يعني في 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 مجتمع لم يكن موجود في ذلك الوقت، باسكو مو جو بارل دو سوسيتي فيرتوييل، يعني تحدث على مجتمع غير موجود، مثل ما تحدث جورج اورويل على مجتمع هو الروايه نشرها في الاربعينيات يعني بعد الحرب العالميه الثانيه، وسي بروجتي تقريبا 40 سنه اخرى، كيف سيكون المجتمع من هنا 40 سنه. محاور الندوه او اللقاء في الحقيقه حمل عنوان 2084 الكتابة على العالم الافتراضي، المقصود من وراه كيف يمكن أن ننشئ نصا أدبيا على عالم عمليا غير موجود، لأنه أنا كتبت على ما سيؤول إليه العالم العربي في سنة 2084، هو عمل تخيلي ولكن عمل مش تخيلي إلى هذا المستوى، لأنه اعتمدت على العناصر الموجودة حاليا من التفكك العربي وما هي المآلات العربية التي سيصل إليها هذا العالم في نهاية المطاف، لأنه كأن العرب غير واعيين بالمخاطر التي تحدق بهم على صعيد السياسي، على صعيد البلدان التي بدأت تتفكك، وعلى صعيد أيضا المسائل الحيوية، يعني مثلا ما هي وظيفة النفط مثلا اليوم في الوطن العربي؟ لا وظيفة له، يعني المفروض أنه يدفع بالعرب إلى أنه يكونوا في القمة في مستوى عالي، للأسف هذا غير موجود، يعني يخرجهم من دائرة الأوضاع السيئة التي يعيشها الوطن العربي، أيضا هذا غير موجود، يدفع بهم إلى تحقيق الأحلام الممكنة لأن الكتلة المالية كبيرة، أيضا هذا غير موجود. الحديث عن تاريخ الاستعمار الفرنسي يعني الحديث عن تواجد الكتب التاريخية الفرنسية بجناحها، فكيف كان رأي الزوار المعرض المهتمين بهذا النوع من الكتب؟ في التاريخ ما جاب والو، ما عندناش حاجة في التاريخ، عندنا في تاريخ العالم برك هذا ما. ونلاحظوا بعض المؤرخين جاوا كبنجامين ستوغا، بونيفاس راه لهنا، فرنسا ما جاتش بالقوة مع بعض الكتب اللي لازم تكون. البيع بالإهداء كالعادة كان حاضرا بالعديد من دور النشر، وسين الأعرج وفيصل أحمر كان ضيفا شاشة الشروق. رواية 2084 هي تعتمد على نص إنجليزي
للكاتب جورج أورويل معروف سماها 1984، لكن هو في الحقيقة ما هو إلا مطية، يعني خلينا نقول يعني مثل السبب أو مثل الدرجة. هو تكلم عن المجتمع الأنجليزي بعد الحرب العالمية الثانية وبداية تفكك هذا المجتمع الأنجليزي وظهور نظام ديكتاتوري. أنا هذه الموضوعات ما همتنيش في الحقيقة، لأننا نحن داخل مجتمع مهيمن عليه، يعني إعلاميا من الناحية الغربية كيف سيكون الوضع العربي في ظل هذه التفككات. أنا افترت بأن هناك وضع قاسي جدا، وداير حتى الجملة الأولى اللي تمنيت للحقها ولكن ما لحقتهاش في الكتاب هذا اللي لحقها في طبعة بيروت، أتمنى ألا يحدث هذا، لأن الصورة بشعة وأن العرب يعودون إلى البدائية الأولى، النظام القبلي والصراعات حول الماء، وأنا نشوف في هذه الصورة، لكن أتمنى أننا ما نوصلهاش، لكن إذا بقيت الوتيرة على ما هي عليه سنصل إليه وربما إلى درجة أقصى من ذلك. يعني بالنسبة للإصدارات هذه مبادرة من ليناغ، أنا كثير سعيد بها، لأنه أنا نقول استرجاع النصوص الغائبة، لأنه كثير من الأحيان يطلبوا طلبة وباحثين يطلبوا الكتب، ولكن للأسف أنا غير متوفرة عندي، مطبعة في بيروت طبعا كلها، بعضها في الجزائر ولكن هو قليل. فهذه المرة لما جات من الأستاذ مسعودي، يعني مدير الدار ومدير السلة، تناقشنا على الفكرة وكانت كثير كويسة، وبدأنا بالعمل الأخير يعني اللي لحقوه في ظرف 4 أيام، طبعاً يكثر خيرهم يعني، إضافة للأعمال الأخرى كما ترى هي أعمال كبيرة، ولكن مع ذلك في ظرف وجيز يعني شهر تقريباً أعادوا طباعة الكثير من الأعمال، وهم بصدد طبعاً إعادة طباعة كل الأعمال بالفرنسي أو بالعربي. سعيد إذن فيصل الأحمر بتقديم روايتي حالة حب صادرة عن دار الألمعية دار الطموحة. الرواية هي خطاب فلسفي حول الحب، حول القلب، حول تحولات القلب، كيف نعيش الحب في زمننا على أيامنا. هي رواية تنتمي إلى زمنها إلى درجة كبيرة، كيف يعي الحب جيلان أو ربما 3 أجيال، ما الذي نأخذه من تاريخ الحب، ما الذي نقدمه، وكل هذه الأشياء المرتبطة بالشيء الذي نعرفه جيدا وكثيرا ونجهله تماما الذي هو الحب طبعا. إذن كانت هذه أغلب نشاطات الصالون الدولي للكتاب قبل ساعات من دخول يوم يمثل مناسبة عظيمة بالنسبة للجزائريين، إنه الفاتح من أول نوفمبر. فيا ترى ماذا تحضر محافظة الصالون لمثل هذا الحدث الكبير؟